يقولون ان هذه يعني واحده من البطولات الكبيره للهلال، وعندنا الشاعر الجميل اهم بطوله سعيد بن بالله عليك. نعم ليه؟ كاس المؤسس يعني حدث كل 100 سنه والهلال عوايده الاشياء المتفرده هو اللي يحصل عليها. يا سلام عليك. هذا طيب. شيء متفرد هذا شيء كلام جميل، لكن فضلا عن الاسم الكبير اللي احنا عطنا وش تطلعاتكم كهلاليين؟ اخذتوا في السنة اللي راحت أطول سلسلة انتظارات، كل شيء سويته السنة هذه، وش الجديد اللي تبحثون عنه؟ والله شوف، يعني لو قلنا في سقف أعلى من اللي احنا نتحصل عليه نكذب، ما عاد فيه إلا كأس العالم. لكن تطلعات الهلاليين دائما، وأعتقد أنك تتفق معي، هي دائما تراها كلمة عميقة، حتى وإن كانت روتينية تسمعها لدينا، هي الاستمرارية. الله عليك. استمرارية صحيح، لأنك ناجح صحيح، فتتطلع دائما للاستمرارية. أكذب عليك إذا قلت له تطلع للتطوير، ما وش تطوير؟ وش وين عادك تطلع؟ جميل صراحة. فإن شاء الله هدفنا على قولة الأستاذ فهد بن ناصر الكاس. الله عليك. آخر شيء يعني كتبته عن الهلال؟ والله كثير صراحة كتبت عن الهلال. طيب الابيات الاقرب لقلبك كتبتها عن الهلال وش هي؟ الاقرب لقلبي طال عمرك اللي هي حب الهلال، من شجع الازرق خذ ابيض الاعلام، من واجه الازرق لقى اليوم الازرق. يا سلام عليك، صح لسانك، سعيد بشوفتك. انا اللي والله سعيد. الله يسعدك ويطول عمرك. الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الله، المدرب جاهز 100%، واستعدادات الفريق الحمد لله، يا الله لك الحمد انها مطمنه جدا بقياده ابو مسعود زطه لفريقنا ان شاء الله. ابشروا بالشعر، ما شاء الله ما شاء الله، ابشروا بالفوز ان شاء الله. وش توعد الجمهور؟ وش توعد الجمهور؟ متعه كرويه، متعه كرويه خياليه بيشوفون اليوم، فريق كسر الدنيا. طيب اللبس من تنسيقك يعني؟ كله من الكاب لين يعني ما شاء الله، مدرب ومنسق كل شيء ما شاء الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بس بقى خلي الكره كذا عشان بس خلي ايوه الله 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 على المدرب، الله على المدرب، الله الله نثق فيك. الجمهور كله يثق فيك اليوم، الجمهور يثق في اختياراتك، يثق في تبديلاتك، يثق في تغييراتك، يثق في التشكيله اللي بتحطها. الجمهور خلفك، الجمهور. وتاكد تاكد انك افضل من كاسترو. اوعدكم اليوم نحقق البطوله. والله لو سويتها، والله لو سويتها يا زطه، الجمهور صراحه بتسعدهم وبتبسطهم. اوعدكم نحقق البطوله ان شاء الله اليوم.
وعد. يا سلام يا سلام يا شرب السعد شرب السعد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا المدرب من الكابتيانو الكابتنيه ترى معي في السياره. يا سلام يا سلام وضعك منتهي ان شاء الله. يا سلام مدرب اقسم بالله شخصيه مدرب حتى الكلام لما يطلع منك قسما بالله العظيم انه مدرب ما شاء الله فنان بعد مو مدرب اي كلام ما شاء الله تبارك الله. فزت اليوم تاخذوني الجمعه ناخذك ناخذك والله الله يحييك الله يحييك. لا والله مدرب لا لا والله مدرب صدق عليك الكلام. في عروض شيء مقدمه لك ولا الله يوفقك الله يوفقك يا حبيبي الله يوفقك شوفكم على خير في الملعب. بس انا بعرف من وين جايبينك الا الشباب من مطعم ولا من نادي شو يحب شوفكم تصعد الامور من نادي طقيت كوره قبل سنتين. اوه شوف شوف لاعب غيري يا ولد. شوف لاعب غيري والله ما اقدر العب. يا ساتر لا 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 ما اقدر والله والله اللياقه تعبانه. معلي معلي قدها ابو سعيد قدها. شوف نبضات القلب كيف. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه يبون منك البطوله. قدها انت قدها. تعال 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 تمسك تمسك ها تعال امسك يا شيخ احلى. تعال تعال صدق تعال تعال شوف شوف اي نبض قلبك هذا يعني تحركت. بسم الله انا ان شاء الله اني قدها باذن الله.